السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد القطنيه، هادي اللوبيا بالقديده. البنات كتجي رائعه وكتجي بنينه وكتجي غزاله، وهذه هي وقتها كيجي البرد كنرجعوا للقطنيات وشي حاجه سخونه. صافي غادي نشارك معكم. قبل ما نبدا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وهنا يا البنات كما كتشوفوا عندي هنايا اللوبيا مرقداها الليله كامله، كما كتشوفوا نقيتها ورقدتها الليله كامله. عندي القديد، عندي هنا تقريبا نص كيلو ما كاملش البنات، المهم نص كيلو ما كاملش، المهم ما عبرتوش. وعندي هنا شويه القديد رقدته في الماء مزيان، تحيت ليه داك تنقص منه داك الملوحيه والغبره، وتعرفوا القديد كانوا شرو في الشمس. وعندي هنا قزبور ومعدنوس، وعندي واحد البصله مشلضاها، وعندي هنايا مطيشه، عندي واحد جوج ثلاثه الحبات اولا جوج كبار ديال المطيشه اللي حكيتها، عندي واحد ثلاثه الفصوص تاع ربعه ديال الثوم، وعندي هنا سميتها العطريه، عندي الخرقوم، وعندي الملحه، وعندي شويه الكمون، وعندي البزار، وعندي سكنجبير، وعندي الزيت حتى هي ما حطيتهاش، المهم ضروري من الزيت. وغادي نحتاج للطنجره ديالنا اولا الكوكوت، المهم الطنجره ولا الكوكوت هي الجميله، ولا الكوكوت كنقولوا. انا غادي نديرها في الكوكوت دغيا طيب. صافي هنا كنديروا القياس ديال الزيت، كندير نص كاس ديال الزيت اولا كاس لاروب، المهم على حسب الكميه اللي غديروا. انا كما قلت لكم درت نص كيلو ما كاملش باقي خاصو شي شويه كمل نص كيلو، المهم درت عيني ميزاني. صافي غادي ندير الزيت وغندير فيها البصله اللي شلطتها، وغندير مطيشه، والمهم البنات غادي ندير كلشي في الكوكوت، يعني ما غادي ندير حاجه بحاجه، ما غندير نجمع كلشي وغنديرها فوق البوطه تشحر تقلى. غادي نديرو قزبر ومعدنوس، درت قزبر ومعدنوس، درت الثومه ودرت القديد، غادي ندير العطريه حتى هي كامله، يعني العطريه كلها اللي خاصها الدار غادي نديرها. صافي تبقى وحده كما قلت لكم، سكنجبير، الخرقوم، الكمون، البزار، يمكن لكم ديروا شويه التحميره، انا ما درتهاش. صافي كندير اللوبيا ديالي كلشي، وغادي نحرك كلشي، غادي نحركها مزيان. صافي غادي نديرها فوق البيضه تقلى، كلشي ليها مع البصله مع مطيشه مع كلشي، غادي تقلى مزيان تقلى. عاد غادي ندير لها القياس ديال الماء اللي غطي فيه، وغادي نسد على الكوكوت صافي، ونخليها تطيب. خليكم معايا، انا دابا غنديها فوق البوطه ونخليها تتقلى شي شويه، وعاد نزيد عليها الماء. صافي البنات هنايا الخليط ديالي كامل تقلى، ما عرفتش غنقول ليه، المهم اللوبيا بالقديد خليتها تتقلات مزيان. صافي غادي ندير عليها القياس ديال الماء اللي غيكفيها اللي غطيب فيه، وغادي نسد على الكوكوت ونخليها حتى طيب مزيان ان شاء الله، ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. كتجي رائعه البنات، وكتجي بنينه، كتعرفوا اللوبيا راه كتجي زوينه، ما كاينش اللي معزز عليها، ما كاينش اللي ما كيبغيش اللوبيا خصوصا فوق البرد، كتجي زوينه بزاف. صافي البنات الغدا ديالنا وجد، كما شفتوا اللوبيا ديالنا طابت، جات معلكه، جات زوينه، وخصوصا بالقديده البنات كتجي غزاله بزاف. واليوم كاين شويه البرد وشويه الضبابه، كما كتشوفوا انا عندي الكوزينه مظلمه شعله غير الضو. المهم الغدا ديالنا طابت، غادي نحط الوليدات يتغداو، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تشجعوني باللايك ديالكم والتعليق ديالكم فضلا منكم وليس امرا، وتبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم. تلقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.